الله. اليوم 20/1/2022، المكان مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، المسجد الذي بني فوق البحر. المسجد التحفة التي ساهم فيه كل المغاربة بأموالهم، كان لهم ظهرا إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا البحر المحيط الأطلسي، وتلك منارة العمق، تتبات منارة العمق، وهذه الدار البيضاء، هذه مدينة الدار البيضاء. مكان حقيقة ولا قبلة للزائرين حقيقة، اللي زار المنطقة قبل ما يكون هذا المسجد وقبل ما يكون هذا الكورنيش وزارها الآن غادي تستغرب، لأن هنا كانت منطقة مجرد منطقة لرمي الأزبال والأوساخ وكل ما شبه ذلك. اليوم هي مزار للناس ومتنفس للبيضاويين ولكل المغاربة الذين يأتون لهذه المناظر هنا يشوفوها. الحقيقة هناك ما يتشاف، ولكن اللي جا هنا لابد خاص يدخل المسجد ويشوف عظامة المسجد ويشوف كيف البنيان في المسجد ويشوف ما أروع هذا البنيان داخل المسجد. سبحان الله، إن المسجد رغم أنكم تشوفوه بدا هو في الصورة من برا كيدخل، لأنه علاش جاء مع المحيط الأطلسي يقدر يبان لكم ما كيبانش بذاك الحجم ليه، ولكن اللي دخل ليه الإنسان وشاف غادي يستغرب بزاف. علاش؟ لأنه تما كيتميز الحجم ديالو وكيفاش الأمين، فهمت؟ سبحان الله، وليس من رأى كم من سمع. إلى منظر آخر إن شاء الله.